بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ده الامتحان رقم 2 من امتحانات كتاب ماي فريند، الامتحانات الشاملة، الامتحان ده على المنهج كله، يعني جرعة كده محترمة تعليمية في قرابة إن شاء الله يعني لن يصلوا إلى 40 دقيقة، وقد يصل ويزيد طبعا على حسب الموجود يعني. لن نتعدى أي جملة من غير ما نطلع كل اللي فيها ونطلع الأوضة الفطسانة اللي في الجمل. زي الشاطر كده، لو أنت بتسمعنا على اليوتيوب حاول تدعمنا القناة، تكتب كومنت تحت في التعليقات ولو كان ذكر يعني هيدوم لك ان شاء الله. حاول تعرف زمايلك على القناه، دعمك لينا ده شيء المفروض تعمله. اول سؤال يا باشا بيقول لك the statue of Ramses the second، تمثال رمسيس الثاني is colossal. colossal دي معناها عملاق او ضخم، زيها كلمه enormous برضو معناها عملاق او ضخم، زيها huge برضو عملاق او ضخم، زيها tremendous اللي معناها عملاق او ضخم، وكمان عندك كلمه massive. الكلمات دي كلها كده معناها عملاق او ضخم. الراجل بقى بيقول لك الابوزيت، عكس كلمه كلوز، العكس الضخم او العملاق تايني، وممكن كمان مينيوت اللي برضو معناها صغير او دقيق الحجم. This time yesterday، امبارح زي دلوقتي. I not two reports، امبارح زي دلوقتي انا ايه تقريرين. بدايه بما انك بتقول امبارح يعني الموضوع الجمله ماضي، فكل الاختيارات للاسف طلعت ماضي. ثانيا انت بتقول لي انا والاختيارات فهيكتب، فاكيد انت هتقول انا كتبت، فانت عايز معلوم. دي بره لان دي مجهول، وحاجه ثانيه مجهول يا عم. لا، في طبعا اتنين هاد ريتن، هنشيل واحده منهم لان ده خطا مطبعي. فبقى معاك الراجل دلوقتي هاد ريتن وهاد بن رايتنج، ماي تام وماي تام مستمر. انت لسه لو انت فاكر او لو انت عندك ضمير يعني بتسمع بضمير، الفيديو اللي انا نزلته امبارح اللي كان بحل فيه 50 جمله مهارات، لو ما سمعتوش انصحك تسمعه يا برنس. الفيديو ده كان فيه ايه حضرتك؟ انا قلت لك ملحوظه كده، قلت لك ان مع العدد ممنوع المستمر، وانت سيادتك قدامك تو ريبورتس يعني تقريرين، فممنوع تستخدم مستمر. لو عملتها واستخدمت مستمر يبقى انت كده بتهزر. وبناء على ذلك الاجابه هنا هاد ريتن. طيب هتقول لي يا مستر مش امبارح زي دلوقتي، يعني المفروض ده ماضي مستمر. ايوه المفروض انت تقول اي واز رايتنج مثلا يعني. لا يا حبيبي ما ينفعش برضه، ما دام ادانا هنا عدد يبقى ما ينفعش مستمر. شي نوت افتر ييرز اوف وركينج اوفر تايم، هي بعد ما اشتغلت سنوات طويله يعني اوفر تايم وقت زياده يعني شغل زياده، حصل لها ايه؟ اكيد بيرنت اوت يعني حصلت او حصل لها انهاك او تعب او اجهاد يعني. ستوب نوت يور تايم ان فين، يو نيد تو ستارت يور ريفيجن ورك، لازم تبدا بقى المراجعه بتاعتك وبطل تضيع وقتك. انت عارف ان ستوب دي ملهاش في الدنيا غير اربع اختيارات، انك تجيب ستوب والفعل مضاف له اي ان جي، او ستوب تو والفعل في المصدر، والاختيارين التانيين انك تجيب ستوب وبعدين مفعول وبعدين الفعل مضاف له اي ان جي، او انك تجيب ستوب مفعول فروم اي ان جي. هم دول اللي في الدنيا عندك ستوب، والله ما في غيرهم في الانجليزي عندك. الاولانيه يا باشا ستوب اي ان جي معناها يبطل يعمل شيء، لكن ستوب تو المصدر معناها يتوقف لكي يفعل شيء. الاثنين دول معناهم يمنع شخصا من فعل شيء. طبعا عايز اقول لك ما تيجي نتوقف لكي ناكل ساندوتش كده عشان احنا جعانين، يبقى ستوب تو ايت ا ساندوتش، نتوقف لكي ناكل. واحد بدخن فنقول ستوب سموكينج، بطل تدخين. فعايز اقول لك انا منعت عمر من ان هو ياخذ كتابي، اي ستوبد عمر تيكينج، او ستوبد عمر فروم تيكينج. طيب المهم في الراجل بيقول لك ستوب، فتفكيرك هيكون في ويستنج او تو ويست، لكن ما فيش مصدر ولا في تو اي ان جي. الراجل بقى هنشوف، وعايز يقول ستوب ويستنج معناها بطل، ولا ستوب تو ويست معناها توقف لكي. طيب هنشوف بقى، بقول لك بطل تعمل ايه في وقتك يا ابني في الفاضي عبثا. كلمه ان فين دي معناها عبثا، في الفاضي مش لازمه يعني، فاكيد عايز اقول لك بطل تضيع وقتك، يبقى ستوب ويستنج. هي هيرت هيز ليج ديورينج ذا ريس اند هاد تو نوت. كلمه هيرت دي ماضي ولا مضارع يا مستر؟ لا ماضي يا حبيبي. ايه اللي عرفك؟ ما اصل انت عارف هيرت التصريف الثاني والثالث برده منها هيرت، فلو دي مضارع كان قال لك هي هيرتس. زيها برده كلمه بوت اللي معناها يضع، زيها برده كلمه كات اللي معناها يقطع، وزيها ريد اللي معناها يقرا. الناس دي كده تصريفاتهم كلها شكل بعضيها، فلو هو جايبها مضارع هيضيف لهم اس دايما. المهم هو اصاب رجله يعني اثناء السباق، واضطر ان بي فور، بي يعني يدفع طبعا، وبي باك يعني يسدد او يرجع فلوس عليه تاني، بيك اب معناها يلتقط او يشتري او يوصل شخص بالسياره، ولكن جيف ان معناها يستسلم. ما تنساش ان جيف ان دي اخت ييل تو، واخت سر رن در، واخت كمان كلمه صب مت. الناس دي كلها كده معناها يتوقف عن او يستسلم، واختهم الاهم من ده كله اللي اسمها جيف اب. طيب يبقى انت عندك 1 2 3 4 5 كلمات حضرتك معناهم يستسلم، وعكسهم بقى كلمه دي فاي اللي معناها يتحدى، دي اي اف واي طبعا يتحدى، وعكسهم كمان تشالنج اللي معناها يتحدى برضو، فانت اكيد انت واخد بالك. طيب الجمله بعد كده، وانس اي نوت شور ذا كار از ريدي فور ذا جيرني اي ويل كونتاكت يو. يا مستر انا عارف قاعده خلصانه كده، وقلت لنفسي ساعه ما لمحت الجمله دي، لان انا طالب ذكي بحل بفهم مش حافظ وخلاص طلاسم، قلت لنفسي ما دام الراجل مديني في الجمله هنا وانس دي رابط، فانا حافظ القاعده بتقول ان لما يكون في رابط بنجيب بعده مضارع سواء بسيط او مضارع تام عادي، الناحيه الثانيه ناخد مستقبل او ناخد امر او ناخد مضارع، بس يكون الناحيه الثانيه مضارع بسيط بس، ما ينفعش مضارع تام. حلو،
طيب افرض يا عم الراجل مديني رابط وبعد الرابط مديني ماضي، فحضرتك بتاخد الناحية التانية برضه ماضي قولا واحدا وموضوع خلصان. فتعال نشوف، بما انك انت قلت لي ويل يعني مستقبل، حضرتك هتفكر الناحية دي في مين؟ في مضارع يا اما بسيط يا اما مضارع تام، واحد من الاثنين دول. هاف ميد مضارع تام نفكر فيها. طب هات دي ماضي، ووز ماضي، ويل مستقبل، ما ينفعش ويل بعد الرابط. اذا حضرتك هتلاقي نفسك زي الخربوش العظيم بتختار هاف ميد وتدخل على السؤال السابع بكل ثقة طبعا وانت ماشي في الموضوع ده. هيز مود حالته المزاجية ايه؟ ديبندنج اون ذا ويذر، وفقا للطقس يعني. فاريز تتنوع، اسس يعني يقيم، ريز يعني يرفع، اكتب معايا كده او قول معايا انت اكيد حافظ، يرفع ومعناها يربي ومعناها يزود ومعناها كمان يجمع، نفس الكلمة دي بروديوس يعني ينتج. فانت بتقول في الجملة بقى ان حالته المزاجية بتتنوع بتتغير على حسب الطقس. طيب عايزك بقى تفتكر معايا كده ان كلمة vary دي بتساوي كلمات تانية زي كلمة ايه كمان؟ زي كلمة change، ممكن نستخدم change تتغير هنا، وممكن نستخدم كمان كلمة diverse اللي معناها يتنوع او يتغير، اكيد انت حافظ. نقط زم، هنيجي عند زم وهقول لك معلش هنجيب البشاصه. شايف اللي قدامك دي؟ انا مسميها السبوره. بص يا عم الحاج، عايزك تركز كده معايا في الكلمتين اللي هقولهم لك دول، عشان الكلمتين دول مهمين. اول ما تلمح اوف وضمير مفعول سواء مفرد او جمع، فحضرتك هتفكر كده مباشره اول ما تلاقي اوف هتلاقي اكيد بعدها ضمير مفعول سواء مفرد او جمع، يعني ممكن اوف زم وممكن اوف ات. حلو الكلام ده بدايه. يبقى اول ملحوظه كده تاني، اول ما تلاقي ضمير مفعول، اول ما تلاقي ضمير مفعول اعرف انك عايز معانا اوف، واول ما تلاقي اوف يبقى انا عايز ضمير مفعول. بس عايزك تركز ان بوث اوف زم هنجيب بعدها اسم جمع وفعل برضو جمع. طيب لو هنجيب اول اوف زم يبقى انا هجيب الاسم جمع والفعل جمع برضو. طيب اول اوف ات الاسم مفرد والفعل مفرد. طب لو قلنا ايتش اوف غصب عنك هيكون زم، الاسم هيكون جمع والفعل هيكون مفرد. طيب لو قلنا كمان نون او نيزر اوف زم او نيزر اوف واسم جمع هيكون الفعل معاك مفرد. ركز لي كده الله يبارك لك في الامثله اللي انا هكتبها لك دي عشان الكلام ده مهم. بص معايا، اول واحده كده معاك عندك بوث اوف زم، اصلا كده كده جمع وجمع، فهتقول لي بوث اوف ذم are strong. انت اصلا كده كده بوث يعني كلاهما، يعني هما اتنين فكده كده جمع. طب لو انت بتتكلم على الاولاد زمايلك اللي راحوا المدرسه كلهم، وقول اوف ذم كلهم لاف سكول، كلهم اصلا بيحبوا المدرسه، انت خدت لاف الفعل من غير اس يعني فعل جمع. طب بتكلم على المعلومات اللي انا قراتها، وقول اوف ات يعني كلها ووز نيو، كلها معلومات جديده، انت خدت ووز لانك معاك ضمير ات لانك بتتكلم على المعلومات. طب ايتش اوف بقى انت بتقول each of them بس هنجيب هنا معاها is. طيب ازاي بقى each ازاي them و is؟ عايزك تحفظها each of اسم جمع فعل مفرد. طيب ودول برضو نفس القصة. طيب انا عندي يا مستر قدامي هنا الراجل مديني them ضمير مفعول جمع، اخد every of امتى؟ لو انت عندك، لو انت وادها بيد وقلبك جامد وما بترحمش. ليه؟ لان دي اصلا مش موجودة في الانجليزي، ساعة ما تلاقي في الاختيارات every و of اعرف ان هم برا اللعبة. طيب يا مستر انت قلت لي ضمير مفعول فلازم افكر في حاجه فيها اوف، ما ينفعش اصلا يا حبيبي افري يكون معاها اوف، يعني كده كده بره، وايتش عايزين معاها اوف عشان نستخدم دي. طيب اذا انت حضرتك هتستخدم مين؟ ايتش اوف. طب معلش لو انا قدامي في الاختيارات هكتب حاجه هنا ونبقى نشطبها. لو انا في الاختيارات قدامي اول اوف ينفع؟ لا هقول لك انا حاجه، انا قلت لك هنا في الحته دي قلت لك اول اوف، اول اوف زم عايزين الاسم جمع اهو اللي هو زم، الفعل يكون جمع برده. فلو قلت لك اول اوف زم كنا هنقول بلاي. اذا لو انت قلت لي اول اوف هنا تبقى غلط وما ينفعش نعملها. طيب الجمله اللي بعد كده ان انترن، انترن هو الشخص المتدرب يعني، is given practical training under supervision تحت اشراف يعني. كلمه انترن هنا معناها ابرنتس اللي هو الصبي المتدرب، ويترس دي الجرسونه او النادله، مين دي معناها بخيل عكس جينرس، ايروجنت متكبر، اخت كون سيتد وعكسها هامبل اللي معناها متواضع. طيب رقم 10 my elder brother اخويا الكبير is نقط، اخويا الكبير بيكون ايه بقى؟ good education دي معناها تعليم جيد. عارف انت لو انت شلت لي is دي كده وحطيت لي مكانها has كنت انا اقول لك has good education، يعني اخويا الكبير عنده او لديه تعليم جيد. ركز انت قلت لي عنده تعليم جيد، الترجمه العربيه اصلا هي قالت لك تختار دي كده. طيب امال امتى لو انت عايز تستخدم good educated ديت مش موجوده خالص، المفروض اسمها will educated، وال educated معناها متعلم تعليم جيد. المفروض هتفكر في واحده من. نيجي هنا نقع في صراع صعب جدا، وانا عارف انك انت هتقول لي عليه وهتكتبلي عليه في الكومنتس عشان انا حليت الامتحان دي مع زمايلك قبل كده، فانا عارف الكلام ده اكيد انت فكرت فيه.
يا مستر. ايه يا عم الحاج، مش انت قلت لي ان ويل ادوكيتد اللي فيها هايفن بتجيب بعدها اسم، واللي من غير هايفن دي بتيجي بدون اسم؟ هقول لك اي برنس، بس ويل ادوكيتد دي كده كده معاها هايفن. ايه دليلك يا سيدي؟ هقول لك، تعالى اقول لك على دليلي. اللي انا فاتحه قدامي ده لونج مان ديكشنري، قاموس لونج مان. حلو، قاموس محترم ومعتبر وزي الفل. الراجل هنا مديني في اول مثال most of the children most of their customers are well educated. واخد انت بالك من دي؟ مفيش بعدها اسم وفيها هايفن، دي فيها في بعدها اسم وهايفن. هنا كذلك الامر، فانا عايز تعرف ان ويل ادوكيت من الناس اللي كده كده بيكون فيها هايفن في الاخر، فبناء على ذلك حضرتك هتروح خاطف لمين؟ ويل ادوكيتد رقم سي. عارفك هتكتب لي يا مستر في الاجابات موجوده ويل ادوكيتد رقم دي مش رقم سي. طبعا مفيش حاجه اسمها اجابات بعد المرجع اللي انا ورته لك ده، انت كده لو قلت لي اجابات يبقى انت بتهزر وبتستهبل. طيب رقم 11، تايم نوت از هايلي ريكومندد وين رانينج يور اون بزنس. تايم ايه اللي مطلوبه يعني لما تكون عندك بزنس كده وبني ادم عندك شغل؟ يعني اكيد تايم مانجمنت. تايم مانجمنت اللي هو اداره الوقت. عايز تعرف انك انت ممكن تقول كمان مانجنج تايم، اداره الوقت نفسها. تمام. طيب طبعا ريتايرمنت اللي هو التقاعد، بانشمنت اللي هو العقاب، وري اساينمنت اللي هو الواجب يعني المنزل وكده. احمد نوت ليف ان كايرو ناو هي ليفز ان طنطا. اهي دي جمله بقى من الجمل اللي محتاجه طالب يكون فاهم انجليزي مش حافظ وخلاص. احمد بيقول لك ايه بقى في الجمله؟ الراجل بيقول لك احمد ايه في طنط، في القاهره، هو دلوقتي عايش في طنطا، يعني العيشه في القاهره كده انتهت. حلو، معنى كده ان هو كان متعود يعيش فيها لكن دلوقتي مش موجود في القاهره. اذا حضرتك هتستخدم يوز تو. طب يا مستر ليه ما ناخدش وود؟ لو انت فاكر انا قلت لك وود دي لا تاتي مع الستيت اوف فيربس، واحفظهم وريح دماغك، موجودين في الجدول اللي تكتب المعاصر. طب بوث ايه اند بي؟ لا كده بره اللعبه. ووز يوزد تو دي نستخدمها لما يكون في اي ان جي. طيب افرض هو مديني في الاختيارات ووز يوزد تو ليفنج، كنا خدناها؟ لا والله برضه. ليه؟ لا كنا هناخدها معذره. لو كانت ووز ناخدها، لان دي معناها كان متعود يعمل شيء واستمر فيه بس دلوقتي برضه بطل. لكن لو انت قلت لي از يوزد تو جبت لي بعدها اي ان جي، دي معناها ما زال بيعمل الشيء. فانت قدامك في الجمله دي اختيار من اثنين، اما انك تقول لي يوزد تو ليف او ووز يوزد تو ليفنج، والاثنين كان هيبقوا صح. بترا ليد هيم انتو ذا كيتشن وير شي اوفرد هيم ذا نوت اوف ذا تشوكليت. بقول لك بترا خدت الولد الصغير اللي حد المطبخ وقدمت له الريمينز بتاعت الشوكولاته اللي هي بقايا الشوكولاته. طبعا ايدنتيتي اللي هي الهويه، فيو معناها فيوز اراء، وبارتيز اللي هي الحفلات ومعناها الاحزاب السياسيه. رقم 14، الراجل بيقول لك دو يو نو واي نوت سو ليت. استنى كده، دو يو نو هل تعرف؟ واي استفهام، عايزين بعدها فاعل وبعدين فعل مساعد وبعدين الفعل. حلو، فطبعا انت قدامك دي بادئه بالفعل المساعد، قول لها اطلعي بره. دي بادئه بالفعل المساعد، قول لها اطلعي بره. طب دي فيها هي ارايفد ودي هي هاد ارايفد. الطبيعي الحته اللي زي كده بتروح انت رايح واخد بعضك وداخل جوه الاقواس. الكلام كان جوه الاقواس ايه؟ كان المفروض مكتوب جوه الاقواس واي ديد هي ارايف ليت. حلو، السؤال المزيل او سوري السؤال المباشر كان المفروض كان مكتوب Do you know why او معذرة يعني I want to know، وراح كاتب لك الكلام ده او I asked ايا كان يعني. يبقى الكلام اللي بين اقواس كان زمنه ماضي بسيط. حلو، طيب وفعل القول هنا زمنه مضارع. حلو الكلام، ما هو do you know دي مضارع، يعني معنى كده انك مش هتغير زمن دي، هتسيبها زمنها ماضي بسيط، وبناء على ذلك هناخد هي arrived اللي صح. The Roman says الايه الرومانية بتقول ان المدينة دي اسست من بصيلة اتنين اخوات معرفش ايه كده. المهم اكيد الرومانيه دي اسطوره اللي هي ليجند. الرومان ليج رومان ليجند يعني معناها الاسطوره الاغريقيه او الرومانيه. كلمات الباقيه كلها ملهاش دعوه بيها خالص وما نعرفهاش لانها مش موجوده في منهجك. بس ولكن outrage دي معناها اعتداء او انتهاك، offend برضو ينتهك او يعتدي على، وascend معناها تنازلي يعني العدد التنازلي والتصاعدي والحوار ده. ايجيبشن قطن، القطن المصري كلوز يعني ده الملابس القطنيه المصريه. all over the world في كل انحاء العالم، اكيد الملابس المصريه تباع. فحضرتك قدامك ار سولد مبني المجهول وهاز بين سولد مبني المجهول، لكن دي معلوم ودي معلوم، طلعوا بره اللعبه يا مستر. حلو، طيب هو انا هقول بقى ار سولد ولا هاز بين سولد؟ مفيش جمله او مفيش كلمه تعبر لي عن الزمن في الجمله، ولكن سيادتك واخد بالك انت من كلمه كلوز يعني الملابس، اذا انت عايز جمع يبقى تقول ار سولد. طيب دو يو، او معلش عايز اكد لك على فكره، عارف هو لو كان قال لك ايجيبشن كوتن وسكت كنا هنقول هاز بين سولد وتبقى جمله جامده. دو يو وونت تو كام وذ اس، تيجي معانا يا ابني؟ دي عباره عن از ايه سنتنس. الجمله دي نوعها ايه يا ترى من الاربع انواع اللي قدامك؟ اول واحده كده اسيرتيف، دي معناها حازم او تاكيدي. الامبيراتيف دي اللي هي الجمله الامريه. اكسكلاماتوري اللي هي الجمله اللي هي التعجبيه اللي فيها تعجب يعني. وانتروجاتيف دي الجمله الاستفهاميه. الجمله بتاعتنا بقول لك هل تريد ان تاتي معنا؟ يعني بسالك سؤال، عايز تيجي ولا ما انتش عايز تيجي؟ يبقى ده استفهاميه. طيب هي شي اونز ا بيج هاوس،
a company and three cores. يعني هي عندها بيت كبير وعندها شقه ومعاها حاجات كتير كده، يعني ربنا فتح عليها طبعا، اكيد ما بنحسدش الناس يعني، خليك في حالك كده وخليك كيوت. بص يا برنس، انت هنا عندك الراجل بيقول لك ان عندها بيت وشركه وكذا، فانت محتاج هنا كما، ما انت عارف انك لما تكون عايز تقول مثلا اشتريت ثلاث حاجات، فانت ممكن تقولها بطريقه من دول. اول حاجه كده ممكن تقول اي خلينا اقول انا اكلت مثلا، اي ايت ماتش فود، انا اكلت طعاما كثيرا. حلو، وتفصلها لي بقى، تروح حاطط النقطتين على بعضهم كده، مثلا على سبيل المثال ميت كما رايس اند فيش، تمام كده، او انك تقول لي اي ايت ميت كما رايس اند فيش. مش فاهم ايه الفرق بين الاثنين يا مستر، يعني انت عايز توصلني ايه؟ عايز اوصلك ان لما يكون في الجمله تفصيل بعد اجمال، بتروح انت كاتب الجمله الاصليه كده، وبعدين تروح حاطط النقطتين فوق بعضهم دول اللي هم اسمهم كولون، وتعمل اول حاجه وبعدها كما، تاني حاجه وبعدين اند، ما تعملش اند غير مره واحده قبل الاسم الاخير. لكن انت في الجمله الثانيه انت بتقول انا اكلت سمك ورز وسمك ولحمه وكده، فانت ما قلتليش اكلت، يعني ما قدمتش للقائمه. مثال تاني كده عشان افهمك اكتر، انا ممكن اقول لك مثلا اي مثلا سو علي، انا شفت علي وعمر اند منى مثلا على سبيل المثال. انت هنا ما قلتليش مقدمه للموضوع، قلت لي شفت فلان وفلان وفلان على طول. لكن لو انت عارف، انت قلت لي اي سو ميني بيبل ان ذا ستريت، ميني بيبل ان ذا ستريت، مين يا عم الحاج؟ هفصل لك اهو، اول واحد علي كما عمر اند منى، يبقى انا كده ماشي كويس. المهم فانا محتاج هنا كوما يا باشا، ادي الكوما. طيب نوت ار ادد ات ذا بيجيننج، في بدايه الكلمات عشان تغير معناها. اللي بيحطها في اول الكلمه دي اسمها بريفكس، امال السفكس دي في اخر الكلمه. الادفيرب ده الظرف، وبروناون اللي هو الضمير. تدخل بعد كده على الجمله رقم، لا ده ما فيش جمله، في بقى قطعه. تعال نقرا بقى القطعه دي بالراحه كده ونتكتك مع بعضينا. Everything has its pros and cons، لكل شيء مزايا وعيوب. Humans are always advised to make the best use of the best things about something and avoid the bad ones that come out of it. الناس دايما بينصحوا ان هم يستغلوا افضل الاشياء في كل شيء، وان هم يبتعدوا عن النقاط السلبيه فيه. Everything in our world can be useful or harmful according to the way we use them. كل حاجه في الدنيا مفيده او ضاره وفقا لطريقتنا في التعامل معها. A knife، السكين مثلا على سبيل المثال. خد بالك انت لما تقرا الاسئله هيقول لك هو في كام حاجه مذكورين في القطعه، فانا هنعلم عليهم واحده بواحده كده. طبيعي انك قريت الاسئله قبل ما تبدا. A knife certainly useful because we use it for cutting or chopping things. السكينه مفيده لان احنا بنقطع بها الاشياء. But it is harmful، لكنها ضاره. In the hands of a child or a madman، لكنها خطر لما تقع في ايد الطفل او الشخص المجنون. Fire، النار طبعا دي حاجه ثانيه، عايزين نعلمهم واحده واحده عشان ما نرجعش نعد ونتعب. Fire is necessary for us، النار دي ضروريه بالنسبه لنا، because it gives us heat and light، بتدينا الضوء والحراره، and helps us cook our food، وبتخلينا نطبخ الطعام. بالرغم من كده انها ممكن تسبب موت او دمار if it's used carelessly، لو هي استخدمت بشكل فيه اهمال. On the other hand، على سبيل على ناحيه اخرى او من ناحيه اخرى، poison اللي هو مين poison ده؟ اللي هو السم، which is certainly harmful، اللي هو اصلا طبيعي ان هو ضار، ممكن نستخدمه when it is used for example in treating a sick man، لما نستخدمه لعلاج شخص فهو اصبح شيء مهم وشيء ضروري. بقول لك بقى the way in which we deal with everything around us is connected with our personality traits، بقول لك ان طريقه استخدامنا للشيء ده متصلة بـ our personality traits. traits دي قلنا بتساوي كلمة qualities، قلناها كتير وكررناها، أو characteristics اللي هي معناها خصائص أو صفات. فكلمة traits معناها خصائص أو صفات أو خصال. we are either good people or bad people، لو احنا ناس كويسين ولا ناس معفنين على حسب بقى. and our character determines our behavior، وشخصيتنا هي اللي يعني بتحدد سلوكنا. خد بالك دي عليها سؤال برضو، اكيد انت قرات الاسئله الاول فاكيد خدت بالك من الحته دي، هنحتاجها في الاخر، فانا هعمل عليها علامه كده وخليك فاكرها. Toward the things and people، اتجاهنا وسلوكنا ناحيه الاشخاص والاشياء. We can make good use of anything، ممكن نستخدم اي حاجه بشكل كويس. If we ourselves are good، لو احنا نفسنا ناس كويسين وناس نضاف. In the hands of a bad person everything is bad، في ايد البني ادم المفسد كل حاجه زباله ومدمره. On the contrary، على النقيض، in the hands of a good person everything is good and useful، الحاجات كلها مفيده في ايد البني ادم كده اللي عنده خير يعني. money على سبيل المثال النقود، خد بالك هو بيلعب بيك وتر ان هو ادالك ثلاث امثله وبعدين سرح بيك شويه وبعدين بيديك المثال ده. money which can be spent on making our guns، الفلوس اللي بنصرفها على صناعه البنادق والقنابل والاسلحه او الغازات السامه، ممكن نصرفها في الاشياء او الاغراض المفيده such as reclaiming desert، ان احنا نستصلح صحراء، نبني مدن جديده، ونعالج الناس المرضى، and so on وهكذا. So the only way to make life better
is to make ourselves better. أفضل طريقة عشان نجعل حياتنا أفضل هو إن إحنا نخلي أنفسنا أسهل. The world around us is nothing but a mirror in which we see ourselves. العالم حولنا ما هو إلا مرآة نرى فيها أنفسنا. مديني كم حاجة كده، أدي واحدة، نايف وفاير وبويزن كثلاثة وماني أربعة. أول سؤال يا برنس، what does everything around us have؟ كل حاجة حوالينا فيها إيه؟ Some advantages which make it useful، مميزات بتخليها مفيدة، ولا بعض العيوب اللي بتخليها ضارة، ولا فقط أشياء جانبية إيجابية، ولا A و B؟ أكيد A و B فيها جوانب إيجابية وجوانب سلبية. What makes us deal well or badly with things؟ اللي بيخلينا نتعامل بشكل كويس أو بشكل سيء مع الأشياء، شخصيتنا، our own character زي ما اتفقنا رقم C، لكن مش المزايا ولا العيوب ولا الأشياء نفسها. What do things look like with a bad person؟ مع البني آدم المفسد الأشياء تبدو، they become constructive، بتبقى مشيدة بناءة يعني، ولا بيصبحوا destructive، بيصبحوا أشياء هدامة، ولا بيكون useful، لا مفيدة، ولا beneficial برضو مفيدة، عيب عليك تقول كلام من ده. طيب رقم اتنين، What do you think of the underlined word traits؟ كل كلمة traits معناها qualities، معناها مزايا يعني، معناها خصائص، خصائص، ولا merits اللي هي مزايا، ولا demerits اللي هي عيوب، ولا advantages اللي هي مميزات أو مزايا. احنا اتفقنا ان traits معناها خصائص أو صفات أو خصال، يعني بتساوي كلمة qualities. هلاقي واحد بيقول لي طب يا مستر ايه المانع ان انا استخدم كلمة advantages أو merits؟ هقول لك بص يا برنس، advantages معناها مزايا يعني صفات إيجابية، وعيوب يعني صفات سلبية. طب merits صفات إيجابية، لكن qualities الخصائص سواء هي سلبية أو إيجابية. على سبيل المثال أقول لك الواد ده واد زبالة، دي صفة، دي خاصية من خصائصه إن هو زبالة، بس هو بصراحة بيحب يعمل الخير، يعني دول خاصيتين يعني شخص نفسه، في حاجة حلوة ووحشة، لكن merit معناها مزايا بس، ودي merit معناها عيب بس، وهكذا يعني. اديني عنوان مناسب للقطعة دي، everything is good كل حاجة حلوة، everything is bad كل حاجة وحشة، everything is neither good يعني الحاجات اللي هي حلوة مش حلوة ولا وحشة، ولا everything is either good or bad كل حاجة ممكن تكون حلوة أو وحشة، أو طبعا وفقا لاستخدامك وأنت بني آدم يعني أحوالك إيه. How many things كم عدد الأشياء اللي ذكرت في القطعة دول؟ قلنا أربعة. Poison is useful because it can be used for البويزن السم ممكن يكون مفيد لو احنا استخدمناه في التريتمنت، اتراكشن اللي هو الجذب، اتاتشمنت اللي هو المرفق يعني، imprisonment اللي هو السجن. How can we make good use of money؟ ازاي نستغل الفلوس؟ By spending it on، عن طريق ان احنا ننفقها على construction اللي هو البناء، ولا destruction اللي هو الهدم يعني، ولا discrimination اللي هو التمييز، ولا segregation اللي هو برضو التمييز. اكيد ان احنا نصرف الفلوس دي في البناء، يبقى انت كده ناس محترمة يعني، يبقى construction وقلنا هدي treatment ودي قلنا فور. خلص القطعة، والقطعة لطيفة ومفيدة بصراحة ولذيذة وجاية زي الفل. القطعة التانية بقى بقول لك يا باشا، a comet is a member of the solar system which travels on an orbit combined with gases. بقول لك الكوميت ده اللي هو الجسيم يعني، او الكويكب الصغير ده، عضو من المجموعة الشمسية بيسافر وبيتحرك وهو متحد مع الغازات. The brightest part of a comet، أكتر جزء لامع في الكوميت is the head، هو رأس الكوميت. And it has a tail composed، له ديل يعني composed of this of thin gases، له زي اللي بيتكون من الغازات الثمينة أو السميكة. And fine particles، وكمان بيكون فيه fine particles يعني إيه؟ يعني اجسام او جسيمات صغيره. اعتبر انك مش عارف يعني ايه الكلمه دي، مش هتاثر عليك في المعنى، كل ما في الموضوع بس سيادتك تفهم وتكون طالع من القطعه هنا فاهم ان الكوميت ده عباره عن جزئين، جازس وبارسلت او بارتيسلز. كوميتس شود نوت بي كونفيوزد ويز مترايتس، اللي هو ان الكوميت اللي هو النجم الصغير ده او الكواكب الصغير ده، المفروض ان احنا ما نلخبطوش مع المترايتس اللي هو ايه، اللي هو الجسم اللي بينور في السماء ده اسمه ايه، اللهم ذكر، النيزك، اسمه غريب ومستفز، اسمه نيزك، النيزك or shooting star زي ما هم بيسموه، which flash across the sky at almost any time، بينور في السماء في أي وقت. For many centuries، لقرون طويلة، the coming of a comet you caused people to tremble with fear، نزول الكوميت ده من السماء كان بيخلي الناس دايما حاسة انها مرعوبة كده، بترتعد من الخوف. They believed that comets were evil signs، معناها ان دي علامات شريرة، foretelling بتنبئ بي plagues wars and death، بتنبئ بالأوبئة والأمراض والحروب. It often happened that comet was seen about the time that an important event in history took place، الناس دايما سبحان الله كده كان بيحصل الكوميت ده في الوقت اللي بيحصل في أي مناسبة غريبة، فالناس بقى ربطوا الاثنين ببعض. One
فلارد اكروس واحد من الكوميت اكيد فلارد اكروس سكاي طرف السماء جاست بيفور جيروسالم ووز كابتشرد اند ديسترويد باي ذا رومانز اباوت 2000 ييرز اجو. بيقول لك ان واحد من يعني واحد من الحكايات اللي بتحكى ان كان في يوم من الايام كوميت طاير في السماء في التوقيت اللي كان فيه او الوقت اللي احتلت فيه جيروسالم دي، وكان ده كان تقريبا سنه 2000 او من 2000 سنه فاتوا. during the funeral of Julius Caesar a great bright برضو اثناء جنازه القيصر العظيم ده برضو حصل كوميت وشافوه في السماء في روما. another was seen on the day that the Roman emperor Nero killed himself. وفي يوم من الايام برضو واحد قتل نفسه من الاباطره يعني وشافوا كوميت في السماء. when people understand what causes these bright flashes in the sky superstition الى الخرافه and fear والخوف change to curiosity يعني الخوف والرعب ده كده بتحوله الى شغف انهم يعرفوا ايه اللي بيحصل بقى وعناصر الكوميت وكده. although there is still much to learn بالرغم من ذلك في كتير لسه عايزين نتعلمه. astronomers اللي هم علماء الفلك know a great deal about comets and their orbits. comets do eventually die الحاجات دي بتموت اصلا. that is وهذا هو الامر they break up and are scattered بتتمزق along their orbits في مدارها in the form of meteoric dust يعني بتحول الى تراب نيزكي كده اتربة صغيرة. تعال بقى نمسك القطعة الصغيرة الاسئلة دي ونشوف ايه اللي فيها. اول سؤال what is the first paragraph about اول paragraph خلص عن ايه. تعال نطلع البراجراف الاولاني كده نشوف الراجل بيحكي عن ايه. هنا في اول باراجراف اللي هو بدأ من هنا كده لحد ما وصل هنا بيقول لك ان الكوميت ده هو عضو في المجموعة الشمسية وان هو بيسافر في السماء وبتكون من كذا وكذا وان هو المفروض ان احنا ما نلخبطهمش مع النيازك. تعال نشوف السؤال اول كده سؤال. طيب اول واحد كده بيقول لك ان what is the first paragraph about عم يحكي اول paragraph. اولا the difference between comets and the planets ما جابش سيرة البلانتس والمصحف في القطعة خالص. the nature of comets طبيعة الكوميت يعني ما هي الكوميت ده طبعا الكوميت ده دي صح هنشك فيها للاخر. the dangers مخاطر الكوميت ما قالكش انها لا مخاطر ولا حاجة قال لك دي حاجة بتنور في السماء وتطفي لوحديها وبتحول لتراب وشكرا. الفرق بين الكوميت والسكاي والسماء ما فيش كده خالص. هو قال الفرق بين الكوميت والنيزك لكن غير كده لا يبقى الاجابه رقم بي. في الباراجراف الثاني the writer included several examples to show how الباراجراف الثاني هو ادالك امثله عشان يبين لك ازاي ان الكوميتس have changed the Roman history ازاي ان الكوميت غيرت تاريخ رومانيا ولا الكوميتس have results in wars ان هي تسببت في الحروب والموت دي بره اللعبه ولا وصول الكوميتس coincided with particular events ان وصول الكوميت ده تصادف مع احداث مهمة معينة هنفكر في دي برضو ولا الرومانز were badly affected by the occurrence of comets ان الرومانيون تم التأثير عليهم تأثير سلبي يعني بسبب الكوميتس. الراجل عايز يبين لك ان حصل ان التوقيت اللي كان بيحصل فيه اي ايفنت كان سبحان الله كده بيجي معاه كوميت يعني عايز اقول لك ان في مصادفة بتحصل بين الاثنين. المصادفة دي كانت في رقم كام؟ رقم سي اللي هي رقم سي اللي هي ان وصول الكوميت coincided with particular events. طيب لكن هو ما غيرش تاريخ رومانيا ولا حاجة والرومانيين ما كانوش متاثرين خالص بحدوث الكوميت ابدا لكن هو الراجل قال لك ان الحاجات دي كان متعلقه ببعضها لما يحصل حد يموت سبحان الله كده بيحصل كوميت. When was a great bright comet seen over Rome امتى حصل وشاف فوق روما الكوميت. When Caesar became an emperor لما سيزار ده قيصر اصبح امبراطور ده هو موت نفسه. After Caesar had died بعد ما مات معانا دي. During the coronation of اثناء تنصيب سيزار ده لا قبل ما هو يحكم الدولة لا يبقى الإجابة رقم بي لما الراجل ده مات شاف الكوميت. السوبرستيشن اللي هي الخرافة is a belief that certain events إنه هو اعتقاد إن أحداث معينة have good explanation لها شرح كويس ولا لها سبب ولا have evidence لها دليل bring good or bad luck بتجلب الخير أو تجلب الشر يبقى كده نفكر في رقم دي. معنى الموضوع بقول لك إن الخرافة هي الشيء اللي بيحصل في أحداث معينة بتسبب للناس أو بتجلب للناس خير أو شر. What does كلمة one زي ما اتفقنا بتشير لكوميت مش هرجع تاني القطعة. كلمة foretelling زي ما قلت لك ان الحاجات دي لما تحصل فهي foretelling بتنبئ بيه او بتنذر بيه الحروب والمجاعات والقصص اللي انت قلت لها فوق دي يبقى كده predicting لرقم بي. What made people link ايه اللي خلى الناس تربط بين الكوميت وبين موت نيرو. اول واحدة نيرو loved seeing comets كان بيحب يشوف الكوميت ما قالش كده في القطعة ان هو كان بيكره الكوميت ما قالش كده برضو. الكوميت was seen on that day ان الكوميت شافوه في اليوم ده ولا was seen in Nero's house شافوه في بيته لا انه في اليوم ده شافوا كوميت فقال لك بس يبقى ده اللي موته. people feared comets because they believed that comets were not signs
الناس كانوا بيخافوا من الكوميت لانهم شايفين ان هو اشاره على او اشاره ايه بقى، تريكد، تريكد معناها خادعه او مخدوع، هيري ثقيل، وجود يعني جيد، لكن ويكد معناها شرير، فهو علامات شريره او اشارات شريره. سؤال الترجمه، هنقرا الترجمه وبعدين اقول لك الغلط مين. ساينس هاز توت اس ماني ثينجز اباوت ذا يونيفرس، لقد علمنا العلم اشياء كثيره عن الكون، زي ذس دازنت ديستروي اور اميزمنت، وهذا لا يدمر ابدا دهشتنا. When we look at the night sky، عندما ننظر في سماء الليل. أول واحدة كده، لقد علمنا العلم أشياء كثيرة عن العالم، لا مش عن العالم، وقال عن الكون، لقد علمنا العلم أشياء كثيرة عن الكون، هذا لا يمنع صدمتنا عندما ننظر إلى سماء، سماء الليل. بص كده حتة، هو ذلك لا يمنع صدمتنا دي، قال لك that doesn't destroy يعني يهدم our amazement، مش صدمتنا بقى، دهشتنا، فصدمتنا دي بره اللعبة يعني كده، دي باظت. الجملة التالتة، لقد علمنا العلم أشياء كثيرة عن العالم، وهذا لا يفسد صدمتنا عندما ننظر الى سماء الليل، لحد كده مظبوطه. علمنا العلم اشياء كثيره عن الكون، الكون دي العالم دي بره، عشان قال لك اليونيفرس، وهذا لا يفسد دهشتنا عندما ننظر الى سماء الليل، يبقى كده رقم د اللي صح. لو قلت لك علامه مظبوطه دي غلط، لان طلع فيها كلمه العالم، واحنا فوق في الجمله بنقول يونيفرس اللي هو الكون، يبقى كده الجمله احنا اخترنا رقم د. اعتقد ان استكشاف الفضاء مضيعه للمال والوقت، وعلينا ان ننفق هذا المال على حل المشكلات التي تواجهنا، نواجهها على الارض. تعال نشوف واحده في واحده. اي ثينك سبيس دومينيشن دي معناها سيطرة بره يا باشا، انت قلت لي استكشاف اللي هو اكسبلوريشن، طيب اي ثينك سبيس اكسبلوريشن از ا ويست، مش ويست دي حضرتك، انت عايز ويست اللي هو اهدار او مضيعة، يبقى ويست اللي كده باظت برضو. اي سينس اي ثينك سبيس دومينيشن دي برضو بره يا فندم، عشان دومينيشن معناها سيطرة. اي ثينك سبيس اكسبلوريشن از ا ويست اوف ماني اند تايم اند ذات وي شود سبيند ذيس ماني اون سولفينج ذا بروبلمز ذات وي فيس اون ايرث، يبقى رقم دي هي اللي صح. اطلع بقى على الجملة الأخيرة كده مع السؤال الأخير اللي هو حضرتك النوفل، بقول لك الراجل بيب ووز نوت رياليستيك، بيب لم يكن واقعيا، ايه الالاستريت اشرح، هنقول بيب وزنت رياليستيك، حط نقطة كده، از بيب ووز ا بور بوي هو دريمد اوف ميرينج ذا ريتش استيلا، لأنه كان راجل فقير بيحلم بالزواج من ذا ريتش استيلا، يعني استيلا الغنية، ده إجابة أو حل. الثاني، if you were Miss Havisham، لو أنت مكان الولية المهبولة اللي اسمها هافيشام دي، would you take your revenge on men، هتنتقم من الرجاله، ولا try to do good and forget help and forget the past، لو انت مكان هافيشام هتنتقم من الرجاله ولا تنسى الموضوع ده كده وتغير حياتك؟ هقول ايه بقى، هروح انا قايل له if I were Havisham I would change my life because life comes once and I should use it perfectly، لان الحياه تيجي مره واحده وانا لازم استخدمها بشكل كويس، دي اجابه. او كان ممكن اقول ايه، if I were Havisham I would do the same as she did because men deceived me، انا لازم اعمل اللي هي عملته لان الرجاله خدعوني يا عم. خلص الحوار، انت هنا كده من الحوار ده، ده الامتحان خلص. اتمنى انك تكون بتكتب مقال وبعت لي كده مقالك عشان اعلمه لك زي ما زمايلك بيعملوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.